طيب كارثة بالنسبة للشعبين. كي نبقى فقط في الموضوع 91 دور الجنرال بالخير في إلغاء نتائج الانتخابات. دوره طبعا أدى إلى كوارث، فتح الجحيم على الجزائريين، أكثر من 200 ألف قتيل، دمار هائل في الدولة، دمار هائل في المجتمع، دمار هائل في الشعب، دمار هائل على كافة المستويات. لكن يسجل له أنه يعني ماذا يسجل له؟ يسجل أن ذبح الديمقراطية، أن ذبح الانتخابات، ماذا يسجل له؟ يسجل له بأنه ضبط الأمن. ضبط الأمن كيف؟ عندما يموت 200 ألف في بلد جزائر، جزائر الثورة، جزائر الشرف، جزائر، يموت 200 ألف جزائر، يعني إسرائيل على جرائمها الكبرى لم تقتل 200 ألف فلسطيني لحد الآن. الجنرالات قتلوا في ظرف 18 سنة ولا يزال أكثر من 200 ألف، والتعبير تاع 200 ألف من عند بوتفليقة، ليس طيب. من عندي رسمية. عندما تدمر الجزائر اللي كانت تعتبر أنها في مستوى كوريا وإسبانيا، الجزائر سنة 62 كان يقال أن مستواها مثل كوريا وإسبانيا، عندما تدمر وتصبح الآن أقل من دول مثل تونس أو أقل من دول في الدخل، هذا كارثة. عندما تصبح الجزائر الآن عبارة عن عصابات وأموال مرحلة، والجزائريين يهربون عبر البحر، وأي أمن حققوا، أي اقتصاد حققوا، أي تنمية حققوا. 150 مليار وعد الرئيس، 150 مليار كلها من البترول، و150 مليار الآن اللي ينهب منها أكثر من اللي يستخدم في تنمية البلد، وهذه الملايير من الدولارات في الحقيقة، وهم الآن يعترفون في فضيحة سوناطرات ملايير دولارات، في فضائح بي ار سي ملايير دولارات، في فضيحة خليفة ملايير دولارات. الأموال الجزائرية تنهب، الشعب الجزائري 50% منه تحت خط الفقر، الناس تعاني معاناة شديدة. الجزائر العاصمة اعتبرت في تقرير مؤخرا أنها هي تأتي مع عاصمة بنغلاديش في المؤخرة، وليس بعدها إلا عاصمة هراري. اسمح لي، يعني على كافة المستويات الوضع كارثي. طبعا الذين يعيشون في قامة الكلوب دي بان وفي حيدرة وكذا يعتبرون الوضع جميل. أنتم تتهمون الوضع جميل في صلات نحن نعيش ونشتغل بأيدينا ونعيش في بلد صعب، ونريد أن نذهب لأوطاننا، لا نريد أن نبقى هنا، هذا مفروض علينا، ونحن مجبرين للأسف. وأنت تعلم أن الناس ممنوعة أحيانا من الجوازات، وممنوعة من الذهاب، وممنوعة إلى آخره. لا هذا ليس صحيح بأي معنى. كيف يكون معنى؟ أنا نعطيك تفاصيل الآن، ربما شوف فقط، شوف هذه قائمة كاملة من الانتفاضات ومن الاحتجاجات ومن الإضرابات القائمة هذا الأسبوع، في حوالي 25 هذا الأسبوع. لكن للأسف هناك تعتيم إعلامي، ليس هناك قنوات دولية، ليس هناك مراسلين دوليين، وبعض المراسلين يتبعون المخابرات مباشرة. سيد بقطايا، كي لا نخرج كثيرا عن الموضوع، لكن أريد أن أسألك، هل كان قرار الجنرال بالخير أو إعلانه لإلغاء الانتخابات في 91 كان قرارا حكيما صائبا أم لا؟ هو أولا خليني أقول لك، الصحراء الغربية ليست هي سربيا والشيشان والكلام هذا، الصحراء الغربية هذه قضية أخرى في منطقة المغرب العربي، وهي العائق الرئيسي في بناء اتحاد المغرب العربي، وبالتالي نحن نهتم بها أكثر من أي شيء آخر، وهي قضية عادلة ولابد أن ينال الشعب الصحراوي حقه. فيما يهتمون بها من أجل ذبح الشعب الجزائري، من أجل استخدامها كفرقة للضغط على الجزائر. عفوا، هو لم يقاطعك أستاذ محمد العربي، اسمح لي ولم يقاطعك، تفضل سيد مختار. فيما يتعلق بقرار 91، أعتقد أن هذا السؤال في الحقيقة هو سؤال جيد، ولكن تجاوزته الأحداث. الآن الجزائر دخلت في عهد جديد، مصالحة وطنية، وئام وطني، الجزائريين كل متفقون، نجحوا إلى السلم لأن يرون أنه لا مجال للتنمية والاستقرار إلا بالسلم، والجزائريون الذين قبلوا بميثاق السلم عادوا إلى عملهم ورجعوا وتحصلوا على حقوقهم المدنية والحقوق المالية، وهم يعيشون في شكل عادي، إلا أولئك الذين ما زالوا يتحدثون على 91 وإحنا في 2010. يعني في الحقيقة هذا سؤال، نحن لا نريد أن نثير الضغائن من جديد بيننا. أنا أعتقد أن هذا السؤال انتهى الوقت بتاعه، وبالتالي العربي بالخير هو طبعا كان في ذلك الوقت وزير الداخلية، وتم اتخاذ القرار عندما رأوا فيه انحراف خطير وكبير جدا يؤدي بالجزائر إلى كوارث. لكن أنا أريد فقط سؤال أخير وباختصار لو سمحت لي سيد بقطايا. كيف ترى الآن مستقبل المشهد السياسي بعد غياب بالخير على الجزائر؟ لا أعتقد، أنا قلت في البداية العربي بالخير ما هو إلا شخص موجود، صحيح كان له دور
من الأدوار كغيره من المسؤولين الكبار في الدولة الجزائرية، وقلت لك أن رحيله ونحن نتمنى له الرحمة ويرزق أهل الصبر والسلوان، ولكن لن يؤثر على الدولة الجزائرية. طيب. قلت ليست مرتبطة بمجموعة أفراد أو مجموعة أشخاص. نعم. أو بأولئك الذين يرفعون أصواتهم هنا وهناك. الجزائر دولة كبيرة، سكانها عدد سكانها كثير، مساحتها. طيب. واسعة، مستقرة، دولة مؤسسات تحاول أن تستشر في المستقبل وتوظف إمكانياتها وثرواتها المادية والبشرية لكي ترتقي. وأنا أقول لك لا يمكن أن يتم أي شيء في شمال أفريقيا وفي المغرب العربي ولا حوض البحر المتوسط إلا أن تقول الجزائر كلمتها مهما يقال عن الجزائر. شكراً. الآن من شكراً. وضرب المسامير في الجزائر، ستظل الجزائر دولة ذات أهمية، والكلمة الجزائر سوف لن تسقط في الأرض، وهي أساسية في هذه المنطقة، شاء من شاء وكره من كره وحب من حب. شكرا جزيلا لك صادق بوغطاي، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري، كنت معنا من الجزائر العاصمة، شكرا جزيلا لك. سيد محمد العربي، يعني أنت لماذا تصور صورة النظام بهذه السلبية؟ أنا لا أصور، هذه حقيقة النظام يعني، والدليل على ذلك أنه هذه الأزمات التي نغرق فيها، يعني في أزمات حقيقية نغرق فيها، أزمات رشاوي بالملايير الدولارات، أزمات لجزائريين يهربون من بلدهم، مع أن الجزائر أكبر من بريطانيا 9 مرات وهي أكبر من الهند، والهند فيها مليار ساكن، ما الجزائر فيها 35 مليون، ومع ذلك الناس يهربون من الجزائر. الطاقات الجزائرية والشباب الجزائري والكفاءات الجزائرية، عشرات الآلاف منهم هجروا البلد، الذين يعيشون هناك يعيشون أوضاع بائسة، كيلو اللحم يساوي 2 يوم من الشغل. والله بالأمس كان يكلمني صديق أستاذ في الجامعة، قال لي والله أساتذة جامعيين لا ما يشبعوش كروشهم، بمعنى أن بطونهم تظل خاوية من شدة أن ما يتحصلون عليه لا يكفي لأسرة. الأسرة في الجزائر الآن لابد لك من 60,000 دينار حتى تعيش على حد معقول. طيب. الكثيرين لا يحصلون إلا على 12,000 دينار أو 20,000 أو 30,000 دينار. هل تنكر الخطوات والخطوات التي وصفت بالإيجابية في مسائل أي خطوات إيجابية عندما يكون الصراع متفليقة. أي خطوات إيجابية عندما تكون هناك أجهزة خفية هي اللي تحكم البلد، صراعات دائما، عنف مستمر، قتلى دائما، هروب الأموال، قتلى. هناك جماعات مسلحة تقاتل، وهناك جماعات مسلحة تقتل وتموت، جزائريين الذين يموتون. الجزائر ضربت بالنابالم في 2009، ضربوا مناطق القبائل، حرقوا الغابات في مناطق القبائل بالنابالم. كيف يعني؟ إذا كان الإنسان مش مطلع لا ينكر ذلك، كونه أنه لا يعرف، عندما لا يعرف الإنسان لا ينكر ذلك، وإنما يقول أني لا أعرف. لكن الأوضاع، هناك جماعات مسلحة، ألا تعرف أن هناك ما يسمى بجماعة سلف دعوة القتال، وهناك جماعات، وهناك اختطاف لأجانب، وهناك، ألا تعرف ذلك؟ هناك عصابات الآن في منطقة باب الواد. باب الواد هذا حي شعب يسكنه أكثر من 200,000 جزائري، وهو قريب من المقر العام للبوليس الجزائري، عصابات تتحكم في هذا، تتحكم في هذا الحي، وهناك جرحى دائما. رغم كل هذا الذي تتكلم عنه، ألا يبقى الوضع أفضل من 91؟ لا الآن؟ لا، وحدة الجزائر الثمانينات كانت جزائر حقيقة تختلف تماما، وفي نهاية الثمانينات كانت هناك حرية، كانت هناك أحزاب، كانت حرية إعلام، الصحافة الآن هي خاضعة. والحرب الطاحنة التي صارت في منتصف التسعينيات، الحرب الطاحنة نتيجة الانقلاب، نتيجة لما قام به العربي بالخير الذين يعتبرونه حكيم ويعتبرونه كذا، هذا ومن معه من جنرالات الذين كانوا لدى الجيش الفرنسي، هؤلاء فتحوا الجحيم على الجزائر. لو تركوا هذه الانتخابات كان ممكن الرئيس شادي بن جديد أن يلغيها، هو الرئيس، ثم يأتون ببوضياف ويقتلونه، يأتون بزروال ويقيلونه، والقائمة طويلة. شكرا جزيلا لك محمد العربي زيتوت، الكاتب والمحلل السياسي. لا أنا قلت لك مانيش كاتب، حزب رشاد، لست مؤسس، أحد مؤسسي، وأنا دبلوماسي سابق. يا أهلا بك. مرحبا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، نقف عند فاصل قصير وفي استعراض ل